زيارة الأمين العام لوزير الخارجية العماني للمغرب تترجم عمق العلاقات المغربية العمانية، والمحادثات هنا انصبت حول أهمية العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وضرورة تطويرها وتنميتها. العلاقة الحميمة التي تجمع سلطنة عمان والمملكة المغربية واستمراريتها واستمرارية هذه الديمومة العلاقة وزخمها إلى آفاق أوسع إن شاء الله في المستقبل، والعمل سويا على العمل في كل ما من شأنه أن يعود بهذه العلاقة إلى مصالح وإلى نتائج مثمرة. كما كان للأمين العام لوزير خارجية العماني لقاء آخر مع وزير شؤون خارجية والتعاون، وانصبت المحادثات حول عدد من المحاور المتعلقة بتعزيز وتطوير مجالات التعاون القائمة بين البلدين في مجالات عديدة. وخلال الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بين وزارة شؤون خارجية والتعاون ونظيرتها بسلطنة عمان، تم التنويه بمستوى العلاقات الوثيقة والمتميزة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. يمكن أن نقول أن علاقتنا متميزة، حوار سياسي متميز، وكذلك نعطي الأولوية للجانب الاقتصادي ولرجال الأعمال، والدورة المقبلة للجنة المشتركة بين المملكة وسلطنة عمان سترى مشاركة مهمة لرجال الأعمال المغاربة والعمانيين. لقاء مماثل مع وزير الصناعة التقليدية، الطرفان بحثا سبل التعاون القائمة بينهما في المجالات الحرفية. هناك اتفاقية بين البلدين، وكانت محط تفعيل سواء فيما يخص تبادل الخبرات بين الحرفيين داخل البلدين، وكذلك فيما يخص التسويق. فوزارة الصناعة التقليدية مثلا حاضرة سنويا في أهم المعارض داخل سلطنة عمان. كلمة إشادة لما وصلت إليه هذه الصناعات المغربية الأصيلة من توسع وتنوع وجماليات كثيرة، حقيقة أصبحت يعني معلم من المعالم ورائجة في سلطنة عمان. الجانبان جددا التأكيد على أهمية تعزيز مشاركة رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من البلدين في أشغال اللجنة المشتركة بين البلدين.